الخامسة، وتنتمناو أنه يكون دائما يستمر بينك، لأن كيف ما كنشوفوا كل سنة تيكون بحلة أحسن من السنة الماضية. وهنيئا للسي الحداوي، وكنشكروا جميع الحاضرين والمنظمين واللي سهروا على هذه الليلة وهذه الأمسية المنعشة بالنجوم. وبالمناسبة نحاولوا ننبهوا الجميع أنه ما يلتفتش حول بعض الإشاعات، لأن ما تحد ما تتوصل وهي اللي تعرفها اللي قايمين بها، أننا كلنا ملتفين نحو فريقنا الوطني بجميع لاعبيه والمدرب ديالو سيرونار، والدعم والمساندة ديال الجامعة الملكية المغربية اللي تتقدم بدون شرط من أجل شيء واحد، وهو يكون المنتخب ديالنا في أحسن حلة ويعطينا انتصارات اللي غادي تعطينا إن شاء الله الكأس. إذن كلنا مع الفريق الوطني بدون استثناء من فجر إلى أصغر لاعب.